نعود إلى الأسئلة آه هذا السائل بارك الله فيكم أو السائلة أم سعيد تقول ما حكم شراء شهادة حاسب لتوظيف ولدي؟ الحاسب إذا كان يشتغل به لأمور مباحة هو مباح نعم لا تقصد بارك الله فيكم أن تشتري الشهادة دون دراسته مثلاً تقول حاسب تشتري حاسب تشتري شهادة حاسب لا الشهادة ما يجوز شراء هذا نعم. تزوير حرام نعم. ما يجوز لا. لا شهادة الحاسب ولا غيره من الشهادات الدراسية ما يجوز هذا حرام تزوير نعم